السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البسبوسة بالفينو كتجي زوينة، غادي تعجبكم ان شاء الله. مكونات بسيطة والنتيجة غادي تعجبكم. هنا في المكونات عندي جوج حبات ديال البيض، نص كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة، واحد كيس ديال الفاني. نسمو باش ما بغيتو، بغيتو تنسمو ببرتقال او بالحامض، ديروا المبشور ديالو. هنا ضفت نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، علبه ديال الياغورت بالفاني. غنضيف معلقه متوسطه ديال المربى، انا هذا عندي ديال الاكل، اللي عندكم بالحلويات ديرو بحال بحال. هنا غنضيف معلقه ديال الكوك من جوز الهند، غير معلقه كبيره. هنا ضفت كاس ديال الفينو و12 غرام خميره الحلويات. الفينو تا هو غنعبروا لكم بالكاس ديال العنبه. صافي البنات، بالنسبه للقياس ديال الفينو درت كاس ونص ديال الفينو، راه كافيها يعني باش ما تجيكمش شاربه بزاف يعني الفينو بزاف. فهذا هو القياس. خديت هذا المول ديالي مستطيل، غنخلي لكم القياس ديالو مع المكونات في صندوق الوصف، وغادي ندهنتلو شويه بالزبده ونلبسلو ورق الطهي من الافضل. صافي دابا غندوز معكم لواحد الكريمه غادي نديرها طيب معها. هنا درت نص كاس ديال العنبه ديال الماء ونص كاس ديال العنبه ديال عصير ديال البرتقال. تقدروا ديروا كاس كامل ديال عصير البرتقال او كاس كامل ديال الماء اللي بغيتوا. معلقه ديال بودره الكريم باتيسير كبيره، معلقه ديال السكر، وهذا الكيس ديال الفلون بالنكهه ديال الفاني. الا ما بغيتوش ديروا كريم باتيسير ديفو هذا النشا، معلقه كبيره ديال النشا اللي بغيتو. صافي غادي نخلط مزيان هاد المكونات، نديرهم على نار حتى كيعقد ونرجع معكم. صافي هنا كما شفتوا هذه هي الكريمه، غادي نبقى نحرك فيها حتى تدفى لي شويه ونوضعها في واحد الكيس وكنوزعها فوق من البسبوسه. هنا خديت البنات شويه ديال اللوز كونكاسي، درتو على هذا الشكل هذا، وداك الجنب اللي كتشوفوا فارغين غندير فيهم الكريمه. بالنسبه للكريمه من الافضل تصوبوها قبل باش تدفى شي شويه، باش كتشد راسها عاد تقدروا يعني تقدروا تذوقوا بها. الا درتوها حتى التالي خلوها شي شويه تدفى، يعني راه كتكون شويه سائله. الفران كنسخنوا على 180 درجه من التحت. صافي البنات دابا غندخلها الطيب من التحت هو الاول ونحمرها ونرجع معكم ان شاء الله. ولا البنات كان هذا هو الشكل ديال البسبوسه ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا، راه كتجي زوينه بزاف وخفيفه، وغادي نقسم لكم تشوفوا الداخل ديالها. كما شفتوا البنات هذا هو الشكل ديالها من الداخل، راه كتجي حبه حبه، وخا درناها بالفينو كتجي هشيشه بزاف ولذيذه. ها نتوما كنتمنى ان شاء الله تجربوها حيت غادي تعجبكم. غير بالنسبه للتقديم ديالها ديروها في واحد المول اللي تبقى فيه، بحال دابا درتو مثلا شي مول دزاج او شي مول هكا اللي عندكم اللي كيدخل الفران وكتقدموا فيه تبقى احسن، لان هي كتجي هشيشه غادي تقدر هكا تهرس لكم الا بغيتو تهزوها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامه.